النهارده توج البطل المصري فكري عيسى بالميداليه البرونزيه في بطوله العالم للمصارعه تحت 20 سنه واللي اقيمت في الاردن. فكري فاز بالميداليه البرونزيه في وزن 130 كيلوغرام مصارعه روماني بعد اداء متميز خلال فعاليات البطوله وفوزه على العديد من اللاعبين من منهم ابطال تركيا واوكرانيا. يعد فكري عيسى واحد من ابطال المشروع القومي للموهبه والبطل الاولمبي، وهو المشروع اللي بتنظمه وتنفذه وزارة الشباب والرياضة في عدد من الألعاب الرياضية لصناعة الأبطال، أبطال مصريين تنافس على كافة البطولات القارية والدولية والأولمبية. تعالوا كده مع بعض نشوف التقرير ده عن الفرحة في بيت فكري عيسى بمحافظة المنوفية بعد حصوله على برونزية العالم، ونطلع لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم فقرة التاسعة. أنا اللاعب فكري محمد فكري عيسى، أنا بدأت اللعبة وأنا عندي 8 سنين، كنت حابب اللعبة طبعاً وأنا صغير، ديت بالفطرة من والدي يعني، كان والدي ممارسها وهو أول من وداني المصارعة، تعب معايا طبعاً وأنا صغير، بدأت البطولات وأنا عندي 12 سنة. من صغره وأنا شايف فيه إنه يبقى بطل، فكان من عمر 8 سنين، كمني أنا أصلاً بلعب مصارعة فأنا خدت إيه خدت إن هو هيبقى فيه حاجة. أخدته ووديته النادي وهو عنده 8 سنين. بدأت بأول جمهورية والحمد لله يعني كنت بادئ بداية كويسة والمدربين كلها شادوا بيها. أول بطولة دولية كانت ليا وأنا عندي 15 سنة. حصلت على أول عرب في السعودية وروماني، وتاني بطولة ليا كبطولة أفريقيا في الجزائر. حصلت على أول. وبعدها 4 افريقيا اول الحمد لله. طبعا انا بدات تجهيز البطوله ديت من بقالي سنه، معسكرات في مصر في المركز الاولمبي بعيد عن اهلي طبعا، وكنا بنجهز البطوله دي ان احنا رايحين نجيب ميداليه. وطبعا بدات مشوار البطوله من واحنا خلاص بقى مسافرين من هنا المطار، احنا كلنا مركزين ان احنا رايحين نجيب ميداليات. بدأنا البطولة طبعا، رحنا عملنا القرعة أول ما رحنا الأردن، كانت البطولة في الأردن في عمان. أول يوم عملنا القرعة، طبعا القرعة جت وحشة بس ما قلنا الحمد لله ممكن خير، بس استطعنا ان احنا نكسبه واستغلنا ان هم بعاد عن البطولات وكسبناها الحمد لله 6-2. لعب بطولة افريقيا 4 مرات ورا بعض، ياخد فيها اول، وحتى اخر بطولة لعب فيها حرة والماني خد فيها اول. لما جه عملوا له اعداد من بطولة العالم السنة اللي فاتت، هو كانوا بيعملوا له اعداد على ان لما خد 5 فكان صعب يعني، كان لسه محدش عملها، فعملوا له اعداد على ان يلعب السنة دي بطولة العالم تحت 20 سنة. طبعا الصعوبات ان انت بتبعد عن اهلك فترة كبيرة، بتبعد عن بيتك وعن اهلك، وصعوبات طبعا التمرين، بس طبعا كل ما تتعب بتفكر في ان انت خلاص فاضل سنة وتحقق حلمك، فدوت بيخليك يبقى ليك تشجع اكتر يعني، لا انا مش انا هكمل، انا مش هقف لحد هنا ونكمل الطريق طبعا.